سيستر نورية. نعم دكتورة. من عندنا من الدكاترة؟ الدكتور ناصر والدكتور أيمن. أوكي دكتور ناصر يفيدني. ألو دكتور ناصر، معك دكتورة حياة. الحمد لله الله يسلمك. دكتورة ممكن أخذ من وقتك دقيقتين؟ إيه هني خلاص أنا بانتظارك. أعتقد إنه في التهاب، بس التهاب بسيط بالقصبات. شوفي أشوف أشعة الرأس، أشعة الرأس اليمين. أنا بعد شفت ما في شيء في الرأس. تعتقد إن عندها حالة ربو؟ هذا شيء واضح دكتور. المشكلة مو كذي، المشكلة إن عندها اضطرابات معوية. في البداية قلت إن البنت يمكن ماخذة شيء، بس طلع إن هي مو ماكلة شيء، عندها اضطرابات بالقلب، بالإضافة إن هي رفضت تحرك ريلها اليسار. وين نتيجة التحاليل؟ طرشنا التحاليل للمختبر. خلاص أبوي، مني الباكر شوفي حالتها وعرضيها على دكتور الأعصاب، وبالمرة خلي يأخذون لها أشعة المعدة، يمكن توصلين النتيجة يبين إن البنت عندها مشاكل. وهذا أنا رأيي بعد. يلا إذا تبيني أشوف المريضة بكرة تراني حاضر. أكون مسرورة يا دكتور ناصر. يلا نشوفك. دلال تقدرين تكلميني؟ تحسين بشيء؟ في عندك مشكلة؟ صدري يعورني، بطني يعورني، ريولي ما أحس فيها. خلي أشوف بطنك، في ألم هني؟ تحسين بألم هني؟ هني في ألم؟ نشوف ريلاج. حركة أصابعك بعد. وصلت التحاليل المستعجلة. تحليل السكر موجود والتحليل الثاني بالملف. شيكي ضغطها والحرارة كل ساعتين، وأعطيها من الدواء حبة واحدة، ومن الحين يباكر نشوف شو يصير على حالتها من تطورات. حاضر ان شاء الله. دلال تحسين بشيء؟ دكتورة هي كذي كل شوي تجي لها الحالة هذه. على كل حال لا تخلينها بروحها، كوني معها. انا بكون موجودة بغرفتها الى الساعة 7 الصبح، اذا بغيتي اي شيء او صار اي شيء ناديني على طول. باكر الصبح ان شاء الله نستكمل فحوصاتها. إذا ما يتانا تشوفي دكتورة كريمة أو دكتور سالم، خليهم ما يشوفونها. إن شاء الله. أوكي؟ أوكي.
حبيبي تتريق بروحك. اسفه. تعودت على كذي. ولو اني تعبانه وميته ابي انام لكن بقعد اتريق وياك، بس لا تزعل. لا بصراحه كثر خيرك. قاعدين معاي هذا لطف منك. لا تكلمني كذي يا فلاح، انت عارف شغلي في المستشفى ومشاكل المرضى. تصدق البارح جاتني 4 حالات طوارئ متعبة واحدة ورا الثانية. وانت ما شاء الله عليك تحبين حالات الطوارئ المتعبة، تستانسين عليها. يو يا فلاح ايش فيك تكلمني بهاللهجة من الصبح؟ بدل لا تقول الله يكون في عونك يعطيك العافية قاعد تطنز علي؟ صراحة الله يكون بعونك وعوني. عاد تصدق يا فلاح البارح بغيت استأذن الساعة 12 بس جاتني حالة طوارئ مستعجلة، بنت صغيرة شحليلها فيها مشاكل ربا واضطرابات في القلب، مشاكل وايد مسكينة كسرت خاطري. يعني انكسر خاطرك؟ والله زين زين، أنا ومحمد ما نكسر خاطرك. ردينا على هالكلام يا فلاح، هذه طبيعة شغلي في المستشفى، شو أسوي يعني أترك شغلي؟ لا لا تتركين شغلك، بس خفي اهتمي في بيتك، انت عندك زوج وعندك ولد، احنا صار لنا 3 ايام وشايفينك، مو معقوله كذي كل اسبوع تسوينها، عدينا مرضى عندك انزين بالمستشفى. ان شاء الله يا حبيبي، احاول ارتب اموري في المستشفى، بس لا تزعل، انت تدري انت ومحمد اغلى شيء عندي بهالدنيا. الله يستر. زين انا بروح الدوام الحين، يلا في امان الله. مع السلامة. مسكين هالريال ظلمته معاي، بس لازم اشوف لي طريقه مع هالخفارات. ايه علشان اعطي شويه من وقتي، بس الشخص لما يقول الله يستر. طيب دكتورة كريمة مايت؟ خلاص اوكي اوكي انا جاية. اليوم واحد اجازته ما يرتاح في البيت. اوف مدرسة؟ ايه سويت اليوم؟ خليت يما ودي مدرسة لعب. اسفة حبيبي عندي شغل، بس انا بتصل في البابا علشان يوديك العصر، اوكي؟ شاطر. يلا خلي اروح الشغل انا. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا. واللي عافيك قالوا لي بنتي تعبانة هني جايبينها عندكم. بنتك اسمها؟ دلال عبد المحسن. لحظة اي نعم موجودة. ممكن اشوفها؟ الحين الاطباء عندهم جوله بالاجنحه، وبعدين بنتك حالتها وايد تعبانه. وعلشان كذي انا جيت بسرعه ابي اشوفها. واللي يسلمك واللي عافيك، انا ام ساعديني. ولو الحين مو وقت زياره، بس يلا ما يخالف، لا تتاخرين. الغرفه اللي على يمينك ها؟ شكرا. ايه مثل ما قلت لك من قبل دكتوره. مجرد التهاب بسيط فقط لا غير، ما في اي شيء مهم. هذا كان واضح دكتورة، إذا شوفين في ضرورة لعملية منظار سوي لها، ليش لا؟ التحاليل بينت لي في متغيرات
هرمونية. شو؟ شوفي في أعراض لها علاقة بالغدة الدرقية. أنا أقول لك أسوين تحاليل خاصة بالغدة الدرقية بيكون جدا ممتاز. طيب شو رأيك دكتور أنتي معي نشوف المريضة؟ ما عندي أي مانع، بس عندي مريض لازم أمر عليه قبل بالجناح، وبعدين على طول أكون معك. خلاص أنا أروح وياك الجناح. حياتي. يا ليش يا إيمان؟ ليش سويت بروحك كذي؟ قولي لي حبيبتي، سووا لك عشان سويت بنفسك كذي؟ بعد تعبانة وايد يا إيمان، ما أقدر أتكلم، أبي أيمات. لا تروحين معي حبيبتي، تطمني أنا ما راح أهدك، خلاص ما راح أهدك لو مهما يصير، بقعد معك بعد عمري أنت، بقعد معك حبيبتي، ما راح أهدك، صدقيني ما راح أهدك. السلام عليكم. السلام. هلا هلا، شلونك عم مرزوق اليوم؟ لا لا ما شاء الله وايد زين وايد زين. اخذتوا له اشعه؟ اي نعم دكتور، توهم جايبينه من برا.